كافيين معكم مشاهدينا بالفقرة الأولى من برنامج أون تايم على الموعد لحلقة يوم الجمعة. بهالفقرة رح نحكي إعلام مع الإعلام ريكاردو شدياء. برحب فيك معنا ريكاردو. أهلا وسهلا. شكرا فيك. شكرا على الاستضافة. أهلا وسهلا. يعني حضرتك إعلامي بقناة الجديد واسم الله عليك عندك برنامج بودكاست مواكب للترند وحضرتك مراسل كمان. رح نحكي عن إذا فينا نقول التغطية. كنت المراسل اللبناني الوحيد اللي عم بيغطي إنزال مساعدات على قطاع غزة. رح نفوت أكثر بتفاصيل هذا الموضوع، بس بالبداية خلينا هيك نعرف المشاهدين كيف بلشت مسيرتك بمجال الإعلام. كيف بلشت؟ انطلاقا من شغف معين، لانه هيدي المهنه بدها شغف. درست الاعلام؟ اكيد. نعم اكيد. هذا الشيء محتم، لانه ما فيك تسلكي بمهنه الاعلام الا ما تكوني سلكت الشق الاكاديمي. نعم. لانه بيبقى في شيء ناقص بالاخر، لانه هلا كثير عم نشوف صح اذا بدك تفرعات اللي كان بغير مجال بيروح على مهنه الاعلام لحتى اذا بدك يستثمر بمهنه الاعلام. صحيح. بس لا، الحمد لله انه بلشنا بالطريق الصح اللي هي الشق الاكاديمي من الجامعه اللبنانيه، ومن ثم اذا بدك بلشت بالاعلام المكتوب. نعم. الاعلام المكتوب اساسي، يعني لحتى تنجح بالاعلام المرئي او بالاعلام الاذاعي بدك تنطلقي من الاعلام المكتوب لحتى تكوني عم تعملي باز صلب. صحيح. فبلشنا بالاعلام المكتوب عم بحكيك من تقريبا 7-8 سنوات لورا، وهيك سلكنا مرحله التدرج. يس. يعني نعم. وانا كنت يعني نوعا ما كنت عارف اذا بدك، او كنت هيك عندي رؤيه معينه لوين واصل الاعلام، لانه هلا الاعلام كثير تطور وتفرع. نعم. وصرنا بمرحله كثير متطوره، يعني على مستوى البودكاست، على مستوى صحيح. وسائل التواصل الاجتماعي، على مستوى سيطرة وسائل التواصل الاجتماعي على كل الإعلام الإلكتروني. ايه يعني اليوم التواصل. نعم. الاجتماعي صار عم بيسيطر على التلفزيون وعلى الإذاعة، يعني حل محلهم على شوي. نعم. بس بيبقى في إذا بدك نوع من البروتوكول والباز بمثله التلفزيون، واللي ما بتقدر وسائل التواصل الاجتماعي إنه تأمن هيدا النيفو تبعه. نعم. فبيبقى علينا إنه نحن كصحفيين، لأنه اللي عم يطلعوا على السوشيال ميديا مش صحفيين، بيبقى علينا كصحفيين دارسين مهنة الإعلام إنه نفرجي هيدي الصورة المهنية تبع الإعلام. صحيح. خلينا نفوت بصلب الموضوع. حضرتك كنت المراسل اللبناني الوحيد، المراسل الوحيد اللي واكب إنزال المساعدات فوق شمال قطاع غزة. نعم. قبل عيد الفطر. خبرنا عن هيدي التجربة. هيدي تجربة يعني طلبت مني مسؤولية كتير كبيرة. لما تبلغت القناة قررت انه تبعت ريكاردو. مزبوط. جاي. نعم. عم خبرك انه رئاسة التحرير بلغتني بوقتها انه وقع الاختيار عليك انه لحتى تروح على اجواء قطاع غزة. نعم. في عملية للقوات الاردنية، سلاح الجو الاردني، انزال مساعدات انسانية واغاثية فوق قطاع غزة. نعم. فتوجهنا كان 9 نيسان، ب9 نيسان توجهنا على عمان، وكان نهار تنين. نعم. شاركنا بعملية الإنزال، انطلقنا من قاعدة الغباوي الجوية، قاعدة الملك عبدالله، طلعنا بالطائرة الحربية مع القوات الجوية. يعني بدي أقول لك شوي المسار الجغرافي اللي سلكناه. أول شيء من القاعدة بالغباوي باتجاه غرب الأردن، باتجاه تل أبيب، القدس، وصولاً لشمال بأجواء القطاع. تل أبيب، القدس، وصولاً إلى شمال قطاع غزة. نعم. فعملياً اللي كان عم يصير بالطيارة هي ساعة وربع من الطيران فوق هيدي الأجواء من الأردن إلى قطاع غزة. نعم. إذا بدك عملية إنزال المساعدات كلها ما بتاخد بين الدقيقتين وثلاث دقايق. صحيح. لأنه بتنزل المساعدات فرد ضرب وبترجع الطيارة بتسلك أدريجة للأردن. نعم. خبرنا هلا بدنا نفوت تفاصيل، شو هي اللحظات اللي اثرت فيك خلال هالعمليه كلها، عمليه انزال المساعدات، الطريق لو وصلته هيك، شو اللحظات اللي بتستذكرها المؤثره؟ اكثر لحظه لما بيقولوا لك الضباط بالطائره انه وصلت فوق القدس. يعني فوق القدس هيدي لحظه كثير مؤثره. صحيح. مع انه بتطلعي تحتك ما بتلاقي شيء. نعم. يعني بتطلعي بتلاقي غيم ابيض على اليمين والشمال، ابيض بس. نعم. ف هيك بتتأثر نوعا ما، وعلى طول بتشغل التليفون. يعني بهيك لحظه بدك تضلك عم تصوري كل شيء حواليك بالطياره وخارج الطياره. نعم. مع انه كان في تدابير امنيه بوقتها من قبل
القوات الأردنية إنه قد ما فينا نخفف تصوير، يعني بس كان مسموح لنا ناخذ عدد معين من الصور، إضافة إلى الصور اللي نحن حصلنا عليها أصلاً من القوات الأردنية. كنت مراسل مع كاميرامان بعته معك المحطة، أو كنت أكيد المراسل الحديث أكيد اللي كنت مراسل بيغطي لبنان الوحيد. وبيصور؟ صح، مراسل لبنان الوحيد أكيد، بس كان معك كاميرامان. إيه. أوكي، اليوم إذا بدنا نحكي عن التحديات والمخاطر اللي واجهتها، أكيد ما بيخلى الأمر، شو هي التحديات اللي ممكن تعرضتوا لها خلال عملية إنزال المساعدات throughout the journey كلها يعني؟ شو هي التحديات؟ إذا بدك التحدي الأول إنك ترجعي على لبنان وحاملة مادة، يعني معلومة دسمة تكوني عم تنقليها للناس، لأنه نعم. إنك تكوني بعملية مثل هيدي الإعلامية الوحيدة اللبنانية الوحيدة اللي عم بتشاركي بهيدا الموضوع، هيدا الشيء بيرتب عليك مسؤولية، لأنه لما ترجعي في ناس بدها تسألك، في رئاسة التحرير بدها تشوف المادة تبعك، يعني بدك تكوني حاملة شيء مرتب وما فيك ترجع، يعني هذا حدث بيصير مرة 100% بدك تكون بيصير معك مرة مرة بالحياة، يمكن ما تعودي ترجعي تروحي لهونيك بظل هيدي الأحداث اللي هلا عم نعيشها. فالتحدي الثاني انه اذا بدك بس توصل لهونيك، وتحديدا على طائرة القوات الجوية الأردنية، انه تعرفي كيف تتعاطي مع الأرضية. صحيح. اول شيء كيف تتعاطي مع الضباط هونيك، تلتزمي بالقوانين، لانه نحن هون بتعرفي الالتزام عندنا بالقوانين استنسابي، يعني بدك تروحي على بلد ثاني بدك تعرفي عن جد. صحيح. كيف تتعاطي مع الجيش الأردني، تدابير الجيش الأردني اللي نشرها واللي مبلغنا إياها، وبلس إنه شو تصوري وشو ما تصوري، لأنه هون كان في هيدا التحدي الأكبر إذا بدك، إنه شو يخلونا نصور شو ما نقدر نصور، لأنه بتعرف إنه عند العسكر ما فيك تصوري وجوه وما فيك تصوري جوات الطيارة، يعني قد ما فينا كنا عم نستجمع صور لحتى نرجع فيهم هون ونعمل تقرير. نعم، كيف كان التعاون مع القوات الجوية الأردنية؟ كان كتير كانوا كتير متجاوبين، نحن كمان كنا متجاوبين، لأنه كان في حرص وتشدد من قبلهم، لأنه بتعرف كان في وضع سياسي معين بوقتها قبل عيد الفطر. صحيح. خليهم أنه يطلعوا تدابير أمنية بتمنع التصوير، يعني لانه لما الكاميرا بدها تشتغل بدها تطلع قصص تفاصيل يمكن هن ما بيردوا انه تطلع بالاعلام. فمثل ما كانوا هن متجاوبين كنا نحن كمان متجاوبين، هيك بتعملي نوع من الصداقه الدائمه يعني. صحيح. مع الضباط. اليوم هالعمليه الانسانيه اللي غطيتها ريكاردو، شو الرساله اللي بدك توصلها من خلالها؟ الرساله اللي بدي اوصلها من خلالها انه الاعلامي لازم يطلع شوي من الصحن اللي بيشتغل فيه خاصة بلبنان. نعم. تعودنا بلبنان انه في كتير خطوط حمراء. تعودنا بلبنان انه في خطوط حمراء ممنوع واحد يتجاوزها. لما اجت هيدي الفرصة لحتى تكون عم خوضها، لا ابدا. يعني هي سألوني انه حسيت بالخوف، صراحة هو شيء بحسس بالخوف، لانه انت رح تطلع فوق اذا بدك اخطر منطقة. صحيح. هلا عم بتصير فيها الاحداث. بس انا حسيت بمسؤوليه، يعني دغري انكبيت على انه شو بدي اعمل هونيك، هلا شو رايح اول شيء بدي اتعرف على المطرح اللي رايح عليه، وين رح تكون الطياره عم بتطير، ثاني شيء شو بدي اكون عم بعمل بقلب، مش انه رحنا صورنا وجينا، انه البطوله مش بالصور بس، بالتغطيه بشكل عام اكيد كل تفاصيل. فالرساله اللي كنت عم تساليني عنها انه الاعلامي لازم يطلع اذا بدك هيك على يوسع البكار. نعم. تبعه. نحن اخر فتره بلبنان تعودنا انه بس نكون عم نواكب الاحداث المحليه، وهيدي احداث سطحيه، لانه بلبنان كل الاحداث اللي عم نعيشها عم بتكرر بعضها كل يوم. صحيح. الحدث الاساسي هو بمركز معين هلا اللي عم بيصير فوق غزه اذا بدي، فانه انك تروحي لهونيك هو كسر للخطوط الحمر. نعم. وهيدي بدها اذا بدك مش رح اقول لك اكثر من 50% شجاعه وهيك مسؤوليه. ف رسالة لطلاب مهنة الصحافة مش للصحافة ككل، انه انتو رايحين على لما تروحوا على هيدا المطرح هون عم تشتغلوا صحافة، هيدا المطرح بالذات لما عم تتحدوا الخطر، لما عم تتحدوا اذا بدك يكون عندكم مسؤولية رايحين تتحملوها. نعم. لما عم عارفين انه انتو رايحين تجيبوا مادة وترجعوا، هيدي المسؤولية الكبيرة وهيدا تحدي كبير. اكيد، ما انه عم نحكي عن المادة، مثل ما بتعرف
نحن مسؤولين عن دقة المعلومات اللي بنقدمها في أمانة. كيف اشتغلت على دقة معلوماتك وأمانة تقريرك اللي طلعته أكيد من بعد ما رجعت على لبنان؟ هلا ما كنت بحاجة كثير لأنه أوقف عند الأمانة والدقة، لأنه جوست لو نيسيسير كان عم بيصير هي إنزال، عملية إنزال مساعدات. يعني أنت بتنسقي مع الجيش الأردني لحتى تنقلي المعلومات اللي مسموح لك انه تنقليها، يعني لانه ما في شيء اكثر من اللزوم انه تكون الطياره الاردنيه عم بتنزل 10 طن من المساعدات، ملابس، مواد غذائيه، مواد طبيه للفلسطينيين، وهيدي هي. يعني ما بدك تنسقي على طول انت والجهه اللي دعيتك على هيدي العمليه، وتشوفي شو اول شيء الصور المسموح انك تنشريها، المعلومات المسموح انك تنشريها، والمعلومات السياسيه كمان، لانه هي هو اكثر حدث سياسي اكثر من عمليه ميدان. عسكريه سياسيه، صحيح. اليوم كيف المراسل الصحافي بيوازن بين اذا فينا نقول الشق الانساني اللي عنده والاحترافيه والموضوعيه؟ بين الشق الانساني والاحترافيه والموضوعيه، ما هي الوحده بتكمل الثانيه، يعني الاحترافيه والموضوعيه بتخدم الشق الانساني، والشق الانساني بخليك تشتغلي باحترافيه وموضوعيه. هلا نحن ما لازم نوقع بالانسانيه كثير لحتى ما تاكل من الموضوعيه، من الموضوعيه ومن الاحترافيه. نعم، فبهيدا بهيدي اللحظه اللي بتكوني فيها هونيك، لا اكيد لازم تنقي المهنيه على الانسانيه طبيعه الحال. نعم اكيد، لانه في شيء تحت مدمر انت ما لك، ما فيك تغيري فيه، في احداث انت فوقها ما فيك تغيري فيها، انت عليك انه تفرجي الصوره اللي انت بتمثليها، الصوره اللي انت بتمثليها اللي هي بقلب هيدي الطياره اللي عم ينزل منها مساعدات. نعم. فما فيك تتعاطي بانسانيه لانه انت منك بقلب غزه، يعني منك على الارض بقلب غزه، صحيح. لو كنت على الارض على غزه يمكن تتعاطي بانسانيه، بتفكر انه بدك توصلي رساله معينه. رسالة في دمار، في ناس جوعانة، في انقطاع بالاتصالات والكهرباء، صحيح. عرفتي، بس كوارث بشريه للاسف. بس نعم. انك تطلعي بطياره عسكريه فوق غزه هي مسؤوليه اكثر من انسانيه. نعم. اليوم اذا بدنا نحكي عن كيف اثرت هالعمليه، هالخبريه اللي كلفوك فيها اداره المحطه على تجربتك المهنيه، يعني ممكن احيانا تجربه صغيره بتكون عم بتاثر على المهنه تبعك بشكل عام، ممكن رحت يوم او يومين على الاردن بس اكيد تركت اثر كبير بتجربتك المهنيه. ليكي بتخليكي انه تطلعي على حالك بطريقه ثانيه، يعني انا كنت قاعد لما بلغت القرار انه انا بدي اروح على غزه، وما كنت عارف انه انا يمكن انه انا الشخص اللي لازم روح، يعني هيدي فرصه بتجي مره واحده يمكن ما تعود تيجي بعدين. ف اكتشفت انه بمطرح معين في صحن واحد بده يطلع منه للكومفورت زون، يعني اذا بدك المطرح اللي بترتاحي فيه بالصحافه يمكن بدك تطلعي منه لحتى تفرجي نطاق النجاح واللي شو انت قادره تعطي اكثر كاعلاميه. نعم. ف هيك اكيد بتغير لانه بتوصل لمطرح بتسالي حالك انه هل انا نجحت بهيدا الشيء اللي عملته؟ يعني انت بتعملي مراجعه ذاتيه، هل انا نجحت بالشيء اللي عملته؟ يما رحت وجيت وكان بعد في شيء ناقص، بتفتشي من بعدها على الشيء الناقص اللي انت ما عملتيه هونيك، يعني بتعملي عملية هيك نقد ذاتي ومراجعة ذاتية قبل ما تنطري العالم شو بتقلك، لأنه العالم تعرف إنه لما نعمل هيك شيء برافو برافو وكذا، يعني ما قبل ما تنطري هيدا. بس أنت بتفكر بمهنية. نعم. اليوم إذا بدنا نحكي وين بتلاقي حالك أكثر، يعني عم تشتغل بكذا شق بالصحافة، مثل ما عرفنا بلشت بالمكتوب، وهلا عم تشتغل كمراسل وكمان مواكب، مثل ما بلشت وخبرتك مواكب الترند، عندك بودكاست. نعم. بتستضيف فيه شخصيات. اليوم وين بتلاقي حالك أكثر؟ كل مطرح له وقته اذا بدك، يعني لما تكون الاحداث بالبلد عم تغلي انت من واجباتك انك تكوني عم بتواكبي هيدي الاحداث، يعني تكوني عم تفرجي صوره هيدي الاحداث، ومن واجباتك انه تعطي افضل اداء حسب الظرف. يعني هلا بالبلد انا وقاعد انا وياكي ما في شيء، هلا يمكن بتركزي على شيء ثاني ان كان البودكاست او كان فقره، لانه هلا على وجهك بدنا نطلق اليوم فقره تاريخيه. ميرسي كثير. فبموضوع البودكاست
البودكاست هو اذا بدك هلا موجه، الموجه اللي طالعه بس مش زادت فوق عن حدها، زادت لانه صار الكل عم يعملوا بودكاست، صح. وهذا الشيء اذا بدك بقلل من قيمه الحوار ان كان التلفزيوني وان كان الحوار على السوشيال ميديا. حتى في فهم خاطئ للبودكاست، هو البودكاست تركيز على الصوت اكثر من الصوره كمان. 100% هو هيدي الفكره الامريكيه لما انطلقت بامريكا، كانت ربع ساعه ما لا يزيد عن 15 دقيقه بالصوت، مثل الاوديو بوكس تقريبا الفكره. 100% لما بلبنان بحبوا عنا، بتعرفي بلبنان انه الصوره اكثر، بحبوا يبينوا بالصوره، صح. فلما الكل صار بده يعمل بودكاست هلا نوعا ما بتقولي انه هيدي فرصة للناس لحتى تبين، لانه السوشيال ميديا مفتوحة للكل، صح. بس عمليا تأكدي انه في شريحة من الرأي العام بتعرف مين الجدة ومين المهني بالبودكاست ومين عم يعمل بودكاست ليعمل دعاية يعني. صحيح صحيح. فأكيد عم نجرب انه نكون بهيدي هيدا الشق المهني والشق اذا بدك الحوار، نحافظ على مستوى الحوار ملتزم. كمان. كمان مستوى الضيوف، يعني مش انه ما فيك تطلعي حيلا ضيف بالبودكاست، هذا الشيء بيختلف عن الحوار التقليدي. الحوار التقليدي فيك تطلعي نفس الضيف كل جمعة كل أسبوع، ولكن البودكاست انت بدك تجيبي يمكن هالضيف ما تعود تطلعيه، بودكاست بتطلعيه مرة بعدين ما بتعود تطلعيه. صحيح. اليوم ما بأنك مواكب الإعلام الحديث الإلكتروني إذا فينا نقوله، الإعلام التقليدي يعني أو الإعلام يعني بصورته الأساسية، شو بتشوف لوين رايحين، شو مستقبل الإعلام؟ هيدا السؤال كتير كبير لأنه كل شيء مفتوح صار، يعني السوشيال ميديا فتحت كل شيء. نعم. يعني اللي بده إياه بيعمله، اللي قاعد على السوشيال ميديا بيعمل فيديو على تيك توك، بيعمل فيديو على تويتر، وبيعمل فيديو على الفيسبوك، وبيقدر يركب استوديو ما بيطلع كله 10 متر ويصير عنده منصة. مستقبل الإعلام بحاجة لتنظيم، في فوضى. مش بس تنظيم، بده تحديد معايير يعني من هلا ورايح، لأنه إذا ما تحددت هالمعايير رح تشوفي أنت اليوم مستضيفتيني، في كتير اليوم رح يقولوا إنه في ناس عم تطمح لشهرة معينة من خارج المهنية. نعم. اللي نحن عم نشتغل نحن فيها بالتلفزيونات وبالإذاعات وبالصحف، يعني أكثر شيء هيدا الشيء بهدد إذا بديك المعايير الصحفية، المعايير من وين منطلقة؟ مخلقات المهنة. نعم. من وين؟ من الصحف، من التلفزيونات، من الإذاعات. طب لما يتقدم اللي عم بيطلع ويعمل فيديو على السوشيال ميديا على الإعلاميين المهنيين، نعم، هيدا كمان هيدا الشيء بحق الإعلام اللي عم بيشتغل كل يوم اللي بعده محافظ على المعايير المهنية، هيدا الشيء منه ما بيسوى أبدا. صحيح. لهيك المهنة لازم لها تنظيم، وعلى أمل أكيد أنه يكون مستقبل المهنة أفضل من الصورة الحديثة، لأنه صورة جدا فوضوية والمشهد الإعلامي مشهد ملوث حاليا. بدنا منك كلمة أخيرة لكل الطلاب الإعلام اللي عم يدرسوا اليوم، شو بتحب تقول لهم ريكاردو؟ كلمة أخيرة، أول شيء كلمة لإلك، أول شيء أنت حدا بشوف فيك مستقبل كتير كبير، يعني من الإعلاميين اللي كتير عم بيلمعوا خاصة بطريقة الحوار تبعي، فالله يوفقك والله يوفق كل شخص طالع هلا من صفه بكلية الإعلام وعم بجرب انه يشق طريق كتير صعب، لانه هلا انه يكون عم بفرج الصورة الجدية عن إعلامي بده يلمع بالمستقبل ونقى طريقه صارت اصعب من قبل. أصعب في كتار بيقولوا اهيا من قبل. لا، الفكرة انه اصعب من قبل لانه صار في هيدي الفوضى. صحيح. هيدي الفوضى عم تخلق فوضى خلاقة، عم تخلق قصص ما بقى فيك انت تحطي لها معايير ولا تحطي لها حدود. فلكل طالب، اذا انا يمكن ماني مخول انه اعطي ابعت رساله، خبره ميدانيه هيدي كمان لحالها بتكفي، نشكر الله. بس انه لكل طالب انه لا ما يتراجع. يعني في كتار هلا بفكروا بيحكوني بانه زهقنا وعم نشوف الكل عم بينشهر وعم بيعمل، ما هي الفكره لما تعرفوا انه الاعلام منه شهره، الاعلام دور، تعاطوا مع الإعلام كدور وأكيد رح تنجح. أنا بدي أشكرك على حضورك معنا ريكاردو، وأتمنى لك أكيد بدور التوفيق، نتمنى الرسالة أكيد اللي نقلتها لكل الطلاب، لأنه فعلا هذا حال كافة الطلاب أنه المجال صار واسع وممكن رح يشقوا طريقهم بصعوبة، بس أكيد الشخص الجاد واللي بيشتغل بمهنية أكيد بيقدر يوصل، ونتمنى لك كل التوفيق. شكرا لك. شكرا لك. مشاهدينا بريك أول ومنرجع. We'll be right back.